طرد احمد الجمحي، اتعملت ناحيه اليمين حلوه قوي، لمسه واحده لمسه واحده لمسه واحده، ولكن على البعيد ترجع له تاني، تدي له فرصه فرصه فرصه. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بلعبها معاكوا والله، بلعبها معاكوا بقالي 15 20 ثانيه، بقول لك العب يمين العب شمال، اداء اخر جمال، بقول لك العب بالعرض العب بالطول، اخيرا جبت اول جول. يتقدم الغرافه باول اهداف اللقاء، اصرار ورغبه احمد الجرح. يا ولد يا ولد، ضحك على شجاعي خليل زاده، عدى ومر وفات بسبب الشجاعه والمهارات. اقصى اليمين على طول حلوه لفريد، وهو بالفعل فريد، تعود من تاني وطارت، يتقدم باول اهداف اللقاء لصالح نادي الغرافه. حبوب الشجاعه، حبوب خدوا حبوب الشجاعه فانطلقوا واي انطلاق. لكن خليني اشيد باحمد الجنحي، لان من عند احمد الجنحي كان بوكوفيتش ممتاز. بوكوفيتش ادي الباص الامامي رشيد، لو بالعرض جول لو بالعرض جول، قرب 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 وصاب. يا ولد يا ولد يا رشيد يا رشيد يا رشيد، يعود يعود زي الحديد. رشيد احد ابناء النادي الاهلي من عمره 12 13 سنه، وهو ما بين جدران العميد يتقدم ويخترق ويعدي ويفوت ويشوط ويسجل هدف التعادل. روعه روعه روعه. اعتقدت انه هيلعب بالعرض الاول، ولكن كان عنده ثقه في قدراته وزاويه اللعب نفسها على المرمى. تعملت حلوه قوي قوي، برافو سفيان هني، تعمل ديلي كتير اكتر من اللازم، سمح له واداله الفرصه للتصويب الحقيقه في اللعبه الاخيره، ليتقدم رشيد والنادي الاهلي بهدف التعادل. بص ناحيه الشمال لقى الطريق مغلق، قال لك خلاص خد القرار خد القرار، وصو